معانا على التليفون تعقيبا وتعليقا على هذه الزيارة الصديق والزميل القديم، صديق قديم جدا 22 سنة دلوقتي في مثل هذا اليوم، يبقوا 22 سنة يا أستاذ ماضي. يا أهلا وسهلا، يسعد مساك. إزاي؟ سعيد، كبرتنا زيادة على اللزوم. ما احنا كبار في السن بس احنا يعني شبان في الروح. الحمد لله، سعيد بوجودي على شاشة التلفزيون المصري، سعيد بإطلالتي على الجمهور المصري، سعيد بوجودي معك شخصيا، وسعيد بالتعليق على هذا الحدث المهم. أعتبره كمواطن كويتي، مواطن عربي، زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت اليوم. طبعا ليست الزيارة الأولى، وأنت تذكر يعني تصادفنا في زيارات سابقة. صحيح. هذه الزيارة تأتي طبعا بالتأكيد تعزيزا لكل تلك العلاقات والأواصر والمحبة بين الشعبين والحكومتين والقيادتين. هناك الكثير من الروابط التي تربط بين الكويت ومصر، روابط إنسانية ورابط اجتماعية ورابط اقتصادية ورابط سياسية وثقافية وإعلامية وكثير من الأمور. فمثل هذه الزيارات بالتأكيد يعني تسعدنا احنا كشعب في الكويت، مثل ما وجدت وأنا حاليا يعني حدثك من مصر، وجدت يعني الترحيب في الإعلام المصري وفي الصحافة المصرية وفي وسائل المصرية المختلفة. فبكل تأكيد هذا يعني هذه الأمور وهذه الزيارات لها أبعاد مهمة. ناهيك عن البعد الحقيقي وراء مثل هذه الزيارات، والذي يتم من خلال لقاء القيادتين في البلدين يعني الشقيقين، وتبادل الاتفاقيات وتبادل الدعم والمساندة والاتفاقيات على الكثير من المشاريع المهمة والملهمة في المستقبل. فبالتأكيد يعني هناك أبعاد كثيرة مثل ما تعلم لمثل هذه الزيارة، وهنالك نواحي كثيرة تسعد الشعوب وتسعد المنطقة ككل.